وللمزيد من التفاصيل يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من جنيف سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية للطفولة. سعادة الوزير، بداية نبارك لكم هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لسلسلة إنجازات المملكة. هل تطلعنا على مشاركتكم اليوم في الاجتماعات الحالية في جنيف حول حقوق الإنسان؟ عفوا، حول حقوق الطفولة. شكرا جزيلا. الحقيقة هو إنجاز للبحرين ككل. اليوم البحرين تتبوأ مكانة يعني مرموقة في مجال العمل الحقوقي على مستوى دول العالم. لجنة حقوق الطفل المنعقدة في جنيف أمس، ابتداء من أمس، استعرضت تقرير مملكة البحرين كنوع من التزام البحرين بعد التصديق على اتفاقية حقوق الطفل. قدمنا تقرير شامل لمنجزات ومبادرات مملكة البحرين في مجال تنمية الطفولة، وقد الحقيقة لاقى هذا التقرير يعني ترحيب كبير من قبل المجتمع الدولي وممثلي الدول الأعضاء في العالم، بسبب أن البحرين يعني كما تم رصده أنجزت العديد من التشريعات في مدة زمنية قصيرة تتعلق بالطفل، كقانون الطفل وقانون الأسرة وقانون الحضانة وقانون العنف الأسري، الحماية من العنف الأسري، مكافحة الاتجار بالأشخاص، قانون الأحداث. يعني في فترة قياسية قياسا بما هو متبع، البحرين أنجزت العديد من التشريعات الحمائية في مجال الطفولة. أيضا المؤسسات التي تتضافر جهودها في البحرين لتوفير الحماية للأسرة والطفولة، في مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المحاكم الخاصة بالأسرة التي أنشئت مؤخرا، مركز حماية الطفل، مكاتب الحماية، حماية الأسرة في مديريات الشرطة، دور المجلس الأعلى للمرأة، المراكز، مركز بتلكو للرعاية البديلة، التوفيق الأسري، يعني كثير من الهيئات أنشئت بشكل متضافر لضمان حقوق وتنمية الطفولة في البحرين. طيب، عندنا الخطة الاستراتيجية الوطنية اللي نشتغل عليها كلنا، كل الجهات الحكومية والأهلية في البحرين، اللي تكفل مجموعة من الحقوق مثل الحق في البقاء، الحق في الصحة، الحق في تنمية القدرات، الحق في الحماية. الحقيقة في التزام من مملكة البحرين بكافة النصوص والاتفاقيات اللي تم التصديق عليها والموافقة عليها بالنسبة إلى الحكومة. نعم سعادة الوزير، يعني من المتوقع أن يكون يوم الاثنين المقبل هو الجلسة الثانية للمناقشات، يعني الجزء الثاني من اتفاقية حقوق الطفل. حدثنا عن أبرز ما سيطرح من ملفات بالإضافة إلى استعداد مملكة البحرين لهذه الجلسة. نعم الحقيقة احنا أنجزنا الجزء الأول، الجزء الثاني ويوم الاثنين القادم راح تطرح مجموعة من التساؤلات حول محاور منفصلة، أبرزها هو الصحة. يعني والبحرين طبعا قدمت الرعاية الصحية لذات جودة عالية، فهناك مجموعة من التساؤلات تتعلق بمجال الصحة وكذلك التعليم. كيف استطاعت البحرين أن تحقق التعليم المجاني المتطور وأن تحقق مستويات جودة عالية في مجال تنمية الموارد البشرية؟ أيضا راح يتطرق بالتفصيل إلى العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة. كيف تقدم البحرين المبادرات المختلفة لدمج هؤلاء ذوي الإعاقة في المجتمع وتقديم كافة الخدمات الرعائية لهؤلاء. ثم موضوع الأسرة، موضوع الأسرة وكيف إحنا في البحرين، يعني موضوع الأسرة هو الموضوع الكبير الحاضن للطفولة، فكيف تقوم البحرين بتقديم الرعاية الأسرية لضمان تماسك الأسرة وضمان توفر البيئة المناسبة والمناخ المناسب لتنمية الطفولة؟ هناك جهود متضافرة معانا المجلس الأعلى للمرأة، معانا العديد من الجهات الحقيقة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التربية، وزارة الصحة،
كلنا إن شاء الله لدينا قصص نجاح، وفرحانين إن إحنا نقدم هذه قصص النجاح عبر دول العالم، ونلاقي إن شاء الله كل تأييد وكل مؤازرة بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم ولمملكة البحرين بالتأكيد. سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، كنت معنا من جنيف. شكرا جزيلا لك.